هلو، اليوم افطارنا بدعوة من شركة سول ارت في مكان جدا جميل، مطعم القبة. المكان جدا حيوي وحقيقي، كان مليان بالمشاهير، زينة رمضان بكل مكان، والتجمع كان جدا رائع. الأكل كان متنوع ومن كل الأصناف، بس أفطرنا وبلشنا ناخد فكرة عن شركة سول آرت. ولكم جزيل الشكر. واضح الشركة رح تكون لها دور كتير كتير في دعم الفنانين في المنطقة. يلا باي.